أقول من دار سلمان الحزم جيت بشعار لديار قابوس السلام ورجاله. من دار سلمان الحزم جيت بشعار لديار قابوس السلام ورجاله. سقت التحايا من وسط نجد لضفار ورسيت ركبان الغرام بصلالة. تحيتي تنصاكم صغار وكبار، صغار عمر لا تزعلون يعني. تحيتي تنصاكم صغار وكبار، أهل الوفا والطيب أهل الجمالة. جيت بمشاعر تنطق بكل مضمار وتعد من عذب القصيد وخياله. يا حي من شرف ويا حي هالدار، يسعد مساكم طيبين المقالة. الله يبيض وجهي بدار الأخيار واكسب شرف جزل الشعر واعتداله. قصيدتي عن يوم الجلوس الميمون، وأهنيكم جميعا بهذا اليوم. أقول سلام من قلب له الشعر ديوان، ينصح حكيم السلطنة ويعنيلة. ينضم لها الدانات تضوي بلكوان، در القصايد تستعز وتجيله. لها الشرف للسلطنة تغني الحان، تختار من عذب القصيد وجزيله، وتبلغه كل التهاني كحيلان بيوم الجلوس اللي سحابه هميله. يوم انحكم في هالبلد خير سلطان، واستبشرت مزن السحابة المخيلة. 23 من يوليو ازدان وعم البلاد النور، وانزاح ليلة في عام 70 التقدم زهى عمان، فيه ابتدت نهضة بلاد أصيلة.